مرحبا بكم أصدقائي في تدريب الخامس على فن الاستنسل للمبتدئين. تعلمنا في تدريبات سابقة طريقة عمل قوالب لتصاميم مختلفة، من طريقة رسمها مرورا بقص التفاصيل إلى طباعتها باستخدام الأصباغ، وذكرنا أن هذا التدريب سيكون مخصصا لعمل قالب وبطريقة بسيطة للصور الشخصية وباستخدام الفوتوشوب. خليكم ويانا. أولا نقوم بفتح الفوتوشوب واختيار من فايل نيو، لفتح صفحة جديدة، ثم نقوم باختيارها، ومن ثم ذلك نقوم بسحب الصورة التي نرغب بعمل قالب لها. ثم نختار من القائمة الأفقية العليا من Image Adjustments Threshold، ثم نتحكم بنسبة أو درجة التباين للحصول على صورة أو تفاصيل واضحة يمكن قصها مثل ما تلاحظون، عند الاتجاه يسارا او يمينا يتغير تباين الصورة، اعتقد 83 جيد. اوكي، ثم نخزن الصورة على سطح المكتب على شاشة الكمبيوتر. سيفز ثم نقوم بفتح الصورة الآن. ما راح أقوم بعمل قالب لكامل الصورة، سأكتفي بنصف الصورة فقط. نقوم بتكبيرها، يعني سوف أقوم بعمل قالب لهذا الجزء العلوي فقط بقص هذه التفاصيل باللون الأسود وترك التفاصيل باللون الأبيض مع مراعاة اتصال الأجزاء البيضاء مع بعضها ليكون القالب متماسك كما ذكرنا في التدريب السابق، وسنريكم الطريقة. ثم نقوم بتحديد الأجزاء والتفاصيل التي يجب إزالتها باستخدام قلم الرصاص أو قلم تلوين، وكما ذكرنا مع مراعاة تماسك بقية الأجزاء مع بعضها والتي ستشكل القالب. هذه الأجزاء البيضاء يجب أن تكون متماسكة، والأجزاء السوداء فقط هي التي سوف يتم إزالتها.
بعد أن قمت بتفريغ تفاصيل القالب وطبعه باستخدام الصبغ الرشاش نحصل على هذه النتيجة. وبنفس الخطوات يمكن عمل استنسل لأي صورة شخصية، مع الانتباه أثناء عمل القالب وقص التفاصيل يجب تحديدها أولا لكي يبقى القالب متماسكا. هذه كانت أسهل وأسرع طريقة لعمل استنسل لصورة شخصية. أرجو أن قد كانت الفكرة مفيدة، ولا تنسوا الاشتراك وبالقناة لتشجيعنا على تقديم المزيد. أصدقائي الأعزاء، تدريبنا لهذا اليوم انتهى. في التدريب القادم سوف ننتقل إلى مرحلة جديدة من فن الاستنسل، وهي الاستنسل متعدد الطبقات، حيث أن العمل بواسطته سيكون أكثر جمالا واحترافية. وفي الختام تقبلوا تحياتي وشكرا لمتابعتكم.